خطوة بخطوة سوا سوا. عنوان حملة تنظيف نفذها شباب الموصل وفرق ناشطيها المتطوعين على ساتر قلعة باشطابيا الأثرية على ضفة نهر دجلة الأيسر في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بمحافظة نينوى لتسليط الضوء على هذه القلعة الضاربة في القدم التي تعاني من إهمال كبير في جميع جوانب الرعاية. هدف هذه الحملة أنه احنا نخلق اليوم الوطني للتنظيف. طبعا احنا متعاونين اليوم بالموصل بالقرب من قلعه باشطابيا على ضفه النهر مع عده فرق تطوعيه من مدينه الموصل حتى نطلق اليوم الوطني للتنظيف ونعيد ذكرى هذا اليوم كل سنه بنفس التاريخ 9/12/2022 وان شاء الله نغير هذا المكان الى الاحسن. انطلقت الحمله من قبل اكثر من 10 اشهر وبديناها بقلعه باشطابيا وقدرنا نجمع اكثر من 3000 كيس ومن خلالها بعض المدارس اجوا وبعض العوائل والافراد وكل الجنسين البنات والولاد ونشتغل تعاون بيناتنا. ويرى المتطوعون في تنظيف ساتر قلعة باشطابيا أنها تعرضت لإهمال حكومي كبير وأضرار بالغة نتيجة العمليات العسكرية وأن من واجب الجميع حماية ورعاية ما تبقى من هذا المعلم الذي كان جاذبا للسياح من جميع أنحاء العالم. والله اليوم شعوري كلش فرحان لان اشوف هالشباب الورد هذولا ينظفون مدينتهم وانا جدا ممنون منهم على هذا النشاط الرائع لان اول مره احضر هكذا نشاط بصراحه ومتفاجئ بالعدد الهائل مال الشباب في هذا النشاط وهذا الاندفاع. هاي مدينتكم فانتم حافظوا عليها ولا ترمي اي شيء بالارض، خليه بكيس وارمي مكان المخصص للنفايات. قلعه باشطابيا احدى معالم العراق الكثيره التي تعرضت ولا تزال لإهمال حكومي منذ عام 2003 حيث باتت آخر اهتمامات الحكومات المتعاقبة منذ ذاك التاريخ.